بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نتحدث في هذا الدرس عن زمن المستقبل التام، Future Perfect Tense. قلنا أن البيرفكت يقسم إلى Simple وإلى Continuous، وقلنا أن كلمة Simple في الشروحات لا تذكر، لذلك عندما نرى الزمن future perfect يقصد بها future perfect simple، أما الـ continuous فيقال continuous. إذا نتحدث في هذا الدرس عن future perfect tense المقصود بها future perfect simple tense. نتحدث عن التكوين، مما يتكون هذا الزمن؟ يتكون من will have plus التصريف الثالث للفعل past participle. هل will have مع جميع الفاعلين؟ نعم، مع جميع الفاعلين تستخدم will have مفرد وجمع، will have زائد التصريف الثالث للفعل. متى يستخدم هذا الزمن؟ الاستخدام للتعبير عن حدث سوف يكتمل في المستقبل قبل وقت معين أو قبل حدث معين. إذا شيء ما، حدث ما سوف يكتمل في المستقبل قبل حدوث شيء آخر أو قبل وقت معين. مثلا الأمثلة، مثلا هنا we are late، the film will already have started by the time we got to the cinema. إذا لدينا هنا نحن متأخرون، الفيلم سوف يكون قد بدأ، الفيلم سوف يكون قد بدأ في الوقت الذي نصل به إلى السينما. إذن هو شيء في المستقبل ولكنه سوف يكون قد تم عند وصولنا للسينما. We are late. The film will already have started by the time we got to the cinema. مثال آخر، لدينا مثلا I will graduate in June. I will see you in July. By the next time I see you, I will have graduated. هذا مثال مهم جدا. I will graduate in June. سوف أتخرج في جون. وسوف أراك في جولاي. إذن هنا مستقبل بسيط. سوف أتخرج في جون وسوف أراك في جولاي. في المرة القادمة التي سوف أراك فيها I will see you. هنا كلمة will. I will have graduated. سوف أكون قد تخرجت. إذن سوف أكون قد تخرجت في المستقبل، نعم، ولكنه قبل أن أراك. جميع الأزمنة، جميع الكلام في المستقبل، ولكن سوف أكون قد تخرجت في المرة القادمة التي سوف أراك فيها. هذا الحدث قد تم قبل رؤيتي له. هذا معنى الـ present perfect simple، عفوا الـ future perfect simple. سوف مثلا نقول مثال آخر، she will have left by or before، هنا before her parents
be here. إذن سوف تكون قد غادرت قبل وصول والديها. She will have left. Will have left قبل وصول والديها. هنا زمن مستقبل تام بسيط. Will have زائد التصريف الثالث للفعل. طبعا يستخدم مع كلمات المستقبل. ما هي كلماته؟ مثلا لدينا كلمة by. By next time, by next year وهكذا. When. Before. By the time. أشهر الكلمات الدالة عليه by the time. في الوقت الذي يحدث كذا سوف يكون ذاك الشيء قد حدث بالفعل. هذا بالنسبة للزمن المستقبل التام البسيط. تابعونا للتعرف على المستقبل التام المستمر وأشياء أخرى. وشكراً.